اهلا وسهلا بكل اللي بيتابعوا قناه زمرد هاند ميد اكسسوارز. اتمنى يا رب الجميع يكون بخير. النهارده ان شاء الله ورشتنا هتكون العقد من حجر العقيق التايجر اي، الحجر الاكثر شهره في العقيق. تمام، كنت وعدتكم بالورشه دي وهبدا انفذها معاكم ان شاء الله. وقبل ما نبدا في ورشتنا حابه اقول لكم تابعوا الفيديو للاخر علشان في مفاجأة في اخر الفيديو، كمان في حاجة كده عايزة اقولها لكم. فنخلص ورشتنا ونقولها سوا. هنحتاج عشان ورشتنا ايه مع حجر العقيق التايجر اي، هحتاج شريحة من العقيق دي فيها تقريبا نفس تدريجات اللون او كده، هي بتتباع بالشكل ده. في هنا فيها الفتحة اهي، تمام. علشان استخدمها هحتاج معاها اللوزة دي، اللوزة هوريكم دلوقتي احنا بنوصلها بالشكل ده. دي في منها الذهبي وفي منها الفضي. هحتاج دلايات، ثلاث دلايات. انا هستخدم الدلاية الورق شجرة دي، دلاية تركي مط مش بتغير لون خالص وقيمة جدا. هحتاج قطعة سلسلة نحاس للتطويل، انا مش محتاجاها كتير قوي عشان هو هيبقى طويل. طبعا برضو معايا قفل البغبغان ده، برضو قفل تركي. انا عايزه تاخدي بالك ان هو مط وبيحافظ على لونه بالزرده بتاعته. هحتاج مسمارين بفتحه، هنشوف هنستخدمهم في ايه. معايا 2 من فاصل الادوار، ده 4 فتحات، هو كان 6 وانا قصيته وعملته 4 عشان انا محتاجه المقاس ده. معايا طبعا الزرد، ومعايا الستوبر 8 من الستوبر اللي هو زي خرز النمنم ده الصغير اللون الذهبي. وطبعا طالما هستخدم الستوبر يبقى هستخدم الكفر ستوبر برضو 8 وحدات. معايا كمان فاصل الترسة او اللي هو الوردة او العجلة حسب ما انت بتسميه. وهستخدم العدة بتاعتي الزردية المبرومة والقصافة والزردية الخشنة والزردية الناعمة. وهستخدم اللطم بخيط السنارة مقاس 6 من 10. تعالي الاول، اول حاجة هعملها ان انا هوصل اللوزة في الشريحة بتاعتي. هي بتبقى كده انتي بتوسعي فيها على قد ما تقدري من غير ما تقطميها طبعا، تاخدي بالك علشان ادخل الفتحتين دول شايفاهم فين، هنا في الفتحة بتاعة الشريحة نفسها بالشكل ده كده دخلت اهي. وبعدين بضغط كويس جدا واقفل عليها بالشكل ده، خلاص كده بقت ماسكة شريحة العقيق اللي انا محتاجاها. كده اقدر اوصلها في العقد، كده خلصت انا الشريحة. وبعدين تاني خطوة هجيب المسمارين المفتوحين وهوصل فيهم، هعمل الحجرين عقيق تايجر اي. هجيب القصافة طبعا، دي حاجة خلاص بقى احنا عارفينها، هنعملها برضو تاني مع بعض عادي كده بسرعة. هنقص الجزء ونسيب تقريبا سنتي، هنتني زاوية قايمة. وزردية برم المسامير هعمل الفتحة التانية بتاعتي، الحلقة التانية من المسمار. وطبعا اتأكد ان الفتحتين او اتجاه المسمار في نفس المستوى. ادي واحدة، وهعمل التانية برضو بسرعة كده بحيث ان انا اكون هجهز الشغل كله علشان ابدأ في الاخر اوصل التصميم اللي انا عاملاه للعقد. ادي الزاوية القايمة، وادي بر الطرف التاني بالشكل ده، وتأكدي ان انتي بتظبطي البرم بتاعك ده كده مظبوطين في نفس ايه الاتجاه. خلصت دول تمام. تاني خطوة عندي ان انا هعمل كذا قطعة من حجر العقيق التايجر اي. اول قطعة انا كنت عندي مجهزة اهوت من خيط الصنارة، في عندي جزء هبدأ اعمل اول قطعة. انا هقفل معاكي بس هعمل كده اول قطعة هوريكي ان انا هدخل في الكفر ستوبر طبعا من الظهر زي ما احنا عارفين بقى خلاص حفظنا. وبعدين هحط الستوبر، وعلى طرف خيط السنارة بتاعي هقفل
ده كل ده احنا بنراجع مع بعض، و للي ايه للي معايا متابعني على طول، وبرضه للي اول مره بيشوفني ممكن يشوف كده، ولا احتاج لو احتاجت حاجه بزياده هتلاقي في الفيديوهات طبعا اللي قبل كده الشرح وافي بالتفصيل. خلاص، وبعدين هخبي الستوبر بالشكل ده واضغط، وبعدين هعمل اول قطعه. هبدأ احط 6 حبات من حجر العيد تايجر اي بين كل واحده والتانيه ترسه، تمام بالشكل ده، 1 ادي 2، متنسيش الترسة، وبعدين هحط التالتة. قبل ما اكمل هجيب شريحة العقيق اللي احنا جهزناها وهعديها من التعليقة بتاعتها بالشكل ده، علشان بس اكون بجهز القطعة دي بالشكل ده كده، وبعدين ابدأ احط كمان. انا عايزك تبقي شايفة، اعمل زوم كده بحيث ان انت تبقي ايه، ممكن اخلي القفل والسلسلة دول على جنب دلوقتي بالشكل ده، وبعدين هكرر نفس اللي انا عملته بان انا هحط كمان 3 تايجر اي بين كل واحدة والتانية فاصل من الترسة، ادي التانية في الطرف التاني، وبعدين كمان فاصل، واخر واحدة في التقفيله دي، ادي كده ايه بالشكل ده. تمام كده، واضح الشكل معاكي. هقفل انا الجزء ده طبعا زي ما احنا عارفين، هقص الجزء ده انا مش محتاجاه، وبعدين برضو ظهر الستوبر الكفر ستوبر الاول من ظهره كده، وبعدين هجيب الستوبر التاني وادخل واحطه جوه الكفر ستوبر بالشكل ده، وهاجي بالزرادية بتاعتي الخشنة وهقفل على الستوبر جوه الكفر ستوبر بالطريقة دي. خلاص، بعد ما نقفل كويس جدا وتأكد ان انتي قفلتي كويس على الستوبر، هنبدأ نقص الجزء اللي احنا طبعا خلاص مش محتاجينه من خيط الصنارة، واقفل كويس جدا، وابقى انا كده خلصت القطعة الاولانية بالشكل ده اهو. ده شكلها، انا عايزاها يبقى شكلها كده. تمام، خلاص خلصنا ده، يبقى انا جهزت القطعة دي وجهزت حجرين اللي في المسمارين، وبعدين هبدأ اعمل كمان قطعة تانية. ده بقيت خيط السنارة اللي احنا كنا قصيناه تاني برضو. انا بس ايه، عشان هيبقى الشغل كله ورا بعضه، لو في حاجة مش محتاجة ان انا اطلع فاصل وارجع هشتغل كله ورا بعضه، واقفل بسرعة كده اهو، وبعدين هلضم فيها 9 حبات تمام، 9 حبات بين كل واحدة والتانية ترس. هخلصها، هخلص القطعة دي، انا عايزاها 9 حبات من التايجر اي، هخلصها واقفلها ويبقى اجي اوريكي احنا هنعمل ايه بعد كده. كده حبايبي عملت القطعة اللي قلتلكوا عليها، 9 حبات من تايجر اي، بس محطتش بينهم فواصل ترسة، انا عايزاها تبقى كده سادة، علشان هنحطها في الجنب اللي هيكون فيه الدلايات، فهكتفي يعني ايه بتأثير الدلايات بس، مش عايز اكتر من التأثير الذهبي. دي قطعة تانية هحطها هنا. عندي بعد كده بقى القطعتين الاساسيتين بقى او التانيين في العقد، هجيب من البكر عادي خالص كده. شوفوا هبدأ ارص ايه، هعمل اول واحدة كده فركزوا معايا، هعمل الاول 10 بين كل واحدة والتانية فاصل من الترسة، تمام بالطريقة دي، يعني ايه كل واحدة عقيق تايجر اي بعدها فاصل ترسة بالشكل ده،
تمام كده 3 وبعدين 4، شايفة ازاي؟ بحيث ان انا عايزاهم 10 حبات من التايجر اي. كده بقينا 5 وبعدين هكمل انا عشان بس ايه ما نفصلش، عشان نعرف الشكل اللي انا عايزة اوصله. هديته بعيد شوية هنا كده. كده بقينا 7 2 4 6 7 ونكمل لحد ما نوصل ل10. دي 8.9.10. بعدين بعد ما حطينا اول 10 هعملك زوم تركزي معايا تشوفي. بعد ما حطيت اول 10 هجيب فاصل الادوار اللي كنت قلتلك عليه اللي انا محتاجاه، وهدخل في اول فتحة فيه بالطريقة دي كده، تمام؟ وبعدين هرص 10 تايجر اي بس، مفيش بينهم اي فاصل ولا اي حاجة. هنرص 10 بالشكل ده كده، يبقى بس كده، شايفة؟ هخلصهم دول واجيلك نكمل اقولك هنعمل ايه بعد كده. اهو انا كده عملت 10 التانيين من غير اي فاصل بينهم، تمام كده واضح. بعد ما عملت ده هجيب فاصل الادوار التاني وهدخل برضو في الفتحة اللي في الطرف برضو خالص. انا هشتغل على الفتحتين اللي في الاول وفي الاخر بالشكل ده، وهعمل زي ما بدأت في الاول بان انا احط ايه، ممكن نجيب دول كده على جنب شوية بالشكل ده، بان انا هحط برضو 10 تايجر اي بين كل واحدة والتانية فاصل من الترس. يبقى انا هبدأ وانهي بنفس التصميم الشكل كده، وفي النص بس هو اللي هيبقى من غير فاصل. فهنا هكمل 10 التانيين تمام زي الاولانيين، واقفل الطرفين وارجع اوريكي هنعمل ايه بعد كده. اهي كده دي القطعة اللي انا قلتلك عليها، عبارة عن 30 حبة بين التايجر اي متقسمين 10 و10 و10، بين كل 10 و10 في فاصل الادوار، وفي زي ما قلنا اول 10 بفاصل الترسة، اللي في النص من غير، اخر 10 زي اولهم من برضو بفاصل الترسة، وقفلنا طبعا الناحيتين زي ما احنا عارفين، وبتسيبي مسافة 0.5 سنتي علشان الحجر يتحرك معاكي براحته. كل ان انا عايزة اعمل قطعة تانية زي دي بالظبط ووصلها بفاصل الادوار. فانا هاجي بخيط السنارة اهو، البكرة اهي، انا هقطع منها بس بقى قطعة كده علشان اعرف اشتغل. هقص اهو وخلاص، انا مش محتاجة دلوقتي بقى خيط السنارة، بس حاجتي دي اللي انا ايه هستخدمها تبقى جنبي. هعمل ايه؟ هبدأ اقفل برضو معايا كده طرف علشان ابقى انا وانا برص ما يقعش مني الايه الحجر اللي هرصه، تمام. خلاص بقى احنا موضوع تأمين الخيط السنارة او الواير المفروض خلاص بقى كده حفظناه وعرفناه، تمام. المفروض ان انا هعمل ايه؟ هرص زي ما رصيت برضو اول 10 بين كل واحدة والتانية فاصل الترسة، تمام. هخلصهم واجي اوريكي وانا بدخل فين، وانا بدخل في فاصل الادوار علشان اوريكي هموصل ازاي، تمام. اهي حبايبي دخلت 10 تايجر اي بالفاصل الترسة. هبدأ بقى اجي في اول فاصل ادوار من عندي، وهدخل في الخيط بتاعي من الفتحة اللي في الاخر زي ما قلتلك. انا هسيب الاتنين اللي في النص وهدخل برضو في الاخر، واسحب عادي خالص الخيط بتاعي بالشكل ده. بس خدي بالك عشان ايه ما يلفش ويعمل عقدة بدون ما ناخد بالنا. اهو شفتي كان هيلف يعمل عقدة، شويش خالص، تمام كده اهو.
هنسحب بالشكل ده، شفتي كده اهو كده مسك معايا هنا فاصل الادوار. يبقى انت تروحي تعملي بعد كده ايه؟ هنعمل العشرة تايجر اي من غير فاصل الترسة، وندخل برضو في الفتحة اللي هنا هنضمهم، واجي برضو ادخل معاكي فاصل الادوار التاني. اهو عملت العشرة اللي في النص من غير الفاصل الترسة، وهجيب فاصل الادوار التاني اهو، وهدخل برضو في الفتحة اللي في الاخر خالص بخيط السنارة بتاعي، وعدي عادي جدا اهو كده تمام. اهو هتلاقي الاتنين نفس الشكل بالظبط، وفاصل الادوار هو ماسكهم من هنا، واضح كده. هيبقى فاضل معاكي ايه؟ ان احنا نعمل اخر جزء العشرة تايجر اي بفاصل الترسة، ونقفل من هنا، ونيجي بقى علشان نوصل القطعة اللي احنا اشتغلناها دي كلها عشان نوصل لشكل العقد النهائي. خلاص كده خلصت القطعة التانية وقفلناها زي ما قلنا خلاص بالناحيتين. هنبدأ بقى نوصل، ده هيبقى جنب تمام. هنوصله ازاي؟ احنا هنجيب هنا بقى، مش هستخدم مشط التجميع بتاع الادوار، هستخدم الزردة، وهنجمع، نظبط بس اتجاه فتحتين الحباسة بتاعتي او الكفر ستوبر. هجيب الزردة بتاعتي اهي، وهندخل عادي في الفتحة بتاعت الحباسة هنا وهنا. خلاص اتأكد ان احنا دخلنا في الاتنين، وبعدين هجيب طرف من الدلاية اللي احنا جهزناها، شريحة العقيق بحجر التايجر اي، مش احنا هنا عاملين بالحباسة برضو. هاجي ادخل كده في فتحتها واقفل بالطريقة دي. في الحالة دي لازم يبقى الزرد بتاعك محمل يعني تقيل اهو. ده كده اول طرف كده معايا كده مبدئيا اهو. خلي دول هنا دلوقتي سلسلة التطويل والقفل، دول هنستخدمهم دلوقتي القطعتين دول. وبعدين بعد ما عملنا الجزء ده هنا، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هاجي من هنا وبعدين هبدأ ان انا اوصل بالطريقة دي. انا عايزة قطعة العقيق اللي احنا عملناها التسعة هنا، وبعدين هوصل ورق الشجر بالشكل ده، وبين كل ورقة والتانية هحط فاصل من حجر العقيق اللي احنا عملناه في المسمار. فتعالوا نوصل الاول المسامير اللي احنا مجهزينها دي في الدلايات بتاعتنا. الدلاية لها ظهر ووش عشان انت وانت بتشتغلي تتأكدي ان انت بتشتغلي فين في الاتجاه الصح بتاعك. وهندخل هنا في فتحة اهي، وهدخل كده واقفل عادي خالص. انت حسب الدلاية اللي انت عايزة تستخدميها، شوفي يبقى لها فتحتين يعني. وبعدين هجيب كمان زردة تانية، وهوصل هنا بقى فتحة الدلاية كده في طرف المسمار التاني. ابقى انا كده وصلت اول ورقتين شجر مع بعض باول مسمار عقيق عملناه اهو. اتأكد من اتجاه الورقة. هجيب تاني كمان زردة، واخد المسمار التايجر اي التاني، وادخل برضو في الفتحة من تحت بتاعة الدلاية بتاعتي بالشكل ده، واتأكد ان انا بقفل كويس. وتاني مرة هقولك اتأكدي ان انتي في عقد زي ده بتستخدمي زرد محمل علشان يحافظلك على شغلك ويستحمل التقل بتاعه. هو مش تقيل قوي بس برضو مش خفيف. هيجي برضو فتحة في نفس الاتجاه بتاع الدلايات، وادخل فتحة المسمار التاني كده. انا جهزت وصلت الدلايات بمسمارين اللي احنا عملناه. ده اتجاه الدلايات صح اهو. المفروض ان انا هبدأ بقى ايه؟ هبدأ اوصل برضو زردة، وهاخد طرف الدلاية من هنا بطرف
القطع اللي احنا عملناها من التايجر اي السادة 9 حبات، فاكراهم دول عملناهم ايه؟ جهزناه. اما بتكوني مجهزة شغلك، طالما حاطة تصميم معين في دماغك عايزة تعمليه، بيبقى الموضوع سهل جدا وانتي بتجمعي. يعني ده كده وش اهو، انا بعدل اتجاه الدلايات، وهجيب كمان زردة علشان اوصل فين؟ اوصل تحت هنا في الشريحة اللي احنا جهزناها ب6 حبات من التايجر اي. برضو هدخل في الدلاية من تحت. ايه رأيك كده؟ كده خلاص جمعنا كل شغلنا، فاضل بس ان انا هوصل بقى القفل وسلسلة التطويل. هو طوله حلو جدا، هو ده العقد عاملاه ليا بصراحة، فانا مش احتاجت سلسلة التطويل في حاجة، بس انا هعملها برضو عشان اللي هتنفذه حابة هتبقى فيه فكرة التطويل. هجيب زردة واجمع برضو طرفين اللي هو الطرفين اللي احنا عملناهم 30 حبة من التايجر اي. هاخد كده اهو، ادي طرف والطرف التاني، يبقى انا هنا بجمع بالزردة مش بجمع بمشط التجميع او حاجة. وتأكدي ان انت بتدخلي في الفتحتين بتوع الكفر ستوبر، تمام؟ شويش كده اهو، دخل كده اهو. وبعدين هجيب القفل بتاعي في الزردة بتاعته وادخل فيها. دايما اعملي زردة، لو بتجمعي بالزرد اعملي زرد كمان علشان على ما يبقاش ايه، ما يبقاش هو اللي ماسك في القفل بالشكل ده. فاهمة قصدي ازاي؟ وادي في ايه المسافة 0.5 سم بقولك الحجر هيتحرك فيها. وخلاص اخر زردة معايا هوصل بيها الناحية التانية السلسلة بتاعتي، قطعة السلسلة يعني اهي اهي كده بالشكل ده، بحيث حابة انتي الطول يبقى اطول من كده براحتك، مش عايزة خلاص ممكن تستغني عنها. وبكده بقى انا خلاص خلصت. هقفل بقى، هقفل هنا اهو كده بالشكل ده كده. ادي العقد بتاعي، ايه رأيك في شكله؟ حلو وقيم جدا. طبعا حجر التايجر اي معروف ان هو حجر شيك جدا وقيم، بيتعمل منه هو عشان هو هيريح دلوقتي عشان الخيط السنارة لسه كان من البكرة، فمع اللبس ومع الفرد على الستاند هيبقى مظبوط من هنا كده، عشان بس خيط السنارة ايه لسه كان جاي من البكرة مبروم، حتى لما تقصيه بيطلع معاكي كده بياخد نفس شكلة الايه البكرة، بس ما بتفرديه شوية خلاص بيفرد وبياخد وضعه، وحلو جدا في اللبس. انا بقولك ده العقد الشخصي بتاعي انا يعني. كده اتمنى كده ان يكون الورشة يعني عجبتكم وتقولوا لي رأيكم فيها، وهتشوفوه فعلا على الستاند. المفاجأة اللي كنت بقول لكم عليها الاول في اول الفيديو، ان انا ان شاء الله كنت نوهت في الفيديو اللي فات ان انا ناوية اعمل هدية لاكتر صديقة بتتابعني وبتكتب كومنتات، يعني بتعرفني ان هي متابعاني من الكومنتس بتاعتها، فاكتر كومنتس من صديقة هيبقى لها هدية قيمة من القناة. انا مش هقول الهدية دلوقتي، انا عايزة ابقى عاملة كده زي عملية التشويق، وان شاء الله انا هبدأ افعل الموضوع ده من اول الشهر الجاي باذن الله شهر 6. فتابعوني برضو علشان تعرفوا الهدية هتكون عبارة عن ايه، بس نشوف التفاعل، تمام؟ تاني حاجة حابة اقولها لكم، ان شاء الله هعمل شغل نحاس، مش كبير يعني انا ايه، عشان في كذا حد طلب مني ورش لشغل النحاس، فانا هبدا ان شاء الله الورشه اللي جايه اللي حابب يشتغل نحاس معايا يبدا يجهز سلك نحاس، يعني هنستخدم مقاس 1 ملي، جهزوه
ويبقى معاكي القصافة ومعاكي فوطة قطن علشان نفرد بيها السلك، وأي قلم أو أي حاجة أو علبة أو إزازة مانيكير. أوكي، ده للي حابب يتابع معايا ورشة النحاس اللي هنعملها إن شاء الله. ده بناء على طلب كتير، وخصوصا آخر وخصوصا صديقة تبعاني ومعايا على طول أستاذة حنان، فإن شاء الله هنفذ لها الورشة اللي هي طلبتها. فخليكوا بقى معايا، وما تنسوش كومنتس كتير لو انت حابة ان انت تكسبي الهدية بتاعت زمردة هاند ميد اكسسوارز. ولحد ما اشوفكم في الورشة الجاية بإذن الله، اسيبكم جميعا في امان الله ورعايته. مع السلامة.